بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تعالى النهاردة أعلمك مهارة من مهارات الرياضيات، اللي هي مهارة الضرب في خمسة. أنا بقول لك مهارة، طبعا إحنا بنعرف نضرب عادي، بس ديت مهارة بتكون حلوة للأطفال، بتخلي الأطفال عندهم جاذبية ويحبوا مادة الإيه الرياضيات. مهارة الضرب في خمسة: أولا، إذا كان العدد المضروب في الخمس زوجي، هتعمل إيه؟ هتاخد نص هذا العدد. هتجيب نص هذا العدد إزاي؟ نص الستة دي كام؟ ثلاثة، أوكي. نص الاتنين دي كام؟ واحد. نص الأربعة دي كام؟ اتنين، وتحط هنا صفر، أوكي. نفس الطريقة المثال الثاني، نص الخمسة كام؟ هتقول الخمسة ملهاش نص، صح؟ هتقول اتنين ونص. هنحط اتنين ونص ازاي؟ لأ، حط اتنين، والباقي من الخمسة كام؟ واحد، حطه جنب الأربعة، 14 على اتنين فيها السبعة، والاتنين دي طبعا نصها واحد، وحط هنا صفر. نفس الطريقة المسألة دي بالظبط، هتعمل ايه؟ نص الاتنين واحد، نص الخمسة اتنين، وهيتبقى واحد، حط جنب الأربعة، بقت 14، نصها سبعة، وحط هنا كام؟ صفر. هسيب لك المسألة دي تحلها. يبقى ده إذا كان العدد إيه؟ زوجي المضروب في الخمسة. طب إذا كان عدد فردي بقى تعمل إيه؟ تعال شوف هتعمل إيه. طبعا ده ثلاثة، صح؟ عدد إيه؟ عدد فردي. هات الرقم اللي قبله، اللي قبله كام؟ اتنين، يعني ده اكتب عليها اتنين، وحط نص هذا العدد. نص الستة كام؟ ثلاثة. نص الخمسة كام؟ اتنين. طبعا هيتبقى واحد، حطه جنب الاتنين، يبقى 12، نصها كام؟ ستة، وهتحط خمسة، اوكي. يبقى في العدد الفردي بتحط خمسة في الأحاد، والعدد الزوجي بتحط كام؟ صفر. نفس الطريقة هنا، دي لازم تخلي العدد ده زوجي، فتشوف انت اللي قبله كام؟ أربعة، فتقوم حاطط هنا أربعة، وتجيب نص هذا. نص السبعة كام؟ نص السبعة حضرتك هتكون ثلاثة، هيتبقى كام؟ هيتبقى واحد، حطه جنب الصفر، بقت 10، نصها كام؟ خمسة. نص الأربعة دي كام؟ اتنين، وتعملي بعد كده هتحط هنا خمسة، أوكي؟ أسيب لك هذه المسألة تحلها. دي هذه مهارة من مهارات الرياضيات. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.